23 من نوفمبر من عام 1980، أبحرت السفينة صحار متجهة إلى ميناء كانتون بالصين عبر بحر العرب في اتجاه الهند حول جزيرة سريلانكا دخولاً في المحيط الهندي وإلى سومطرة ومضيق ملقا إلى بحر الصين حتى كانتون. الثالث والعشرون من نوفمبر من عام 2007، شاركت السلطنة ممثلة في وزارة السياحة في الدورة 17 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والتي عقدت في كولومبيا واستمرت حتى 29 من الشهر نفسه. الثالث والعشرون من نوفمبر من عام 2008، صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم السلطاني رقم 126 على 2008. يتناول القانون المسائل التفصيلية بما في ذلك وضع تعريف محدد لجريمة الاستغلال والاتجار بهم، والتأكيد على التعاون الدولي لتسليم المجرمين، والنظر إلى المتاجر به باعتباره ضحية يتعين بحث سبل معاونته، بما في ذلك توفير سبل إعادته إلى بلاده.